لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. حبيبتي أنا نحبها وعزيزة عليا ونموت عليها وفي العنجد والله في قلبي غالية، ولكن كي كانت واقفة على رجليها عيطت لي، كي حليت صالون باركت لي يا أخي قالت لي مبروك يا كلبة مبروك يا حيواني، جات طلت عليا. أنا كي جات أنا جيت لعندها وكبرت فلا حبيبتي وارواح، وراني هنا بنت بلادك ما كيش وحدك ونحن معك، فهمتيني؟ أسكو واحد جا قيمني ما كانش، ذركة ربي شافيها كي نفرح وعلى ما يجوش الناس يفرحوا معايا، كي يفرحوا على ما يعيطوا ليش أنا نفرح معاهم، علاش ما في إنسان يجي يفرح ويعيط لي وكي ناس تتقود على ربهم وكل يعيطوا لي ما نردش. جو سوي ديزولي بسكو ما وسي نحب نفسي أنا والله من كل القلب ربي يشافيها، وزعما كي توصل الصح نوقف ما ربي شافي. أنا ثاني عندي عزة نفسي، ما نكلتها في خاطري ما نكلتها في قلبي نكذب عليك موسي جاي مال وتشوفي بنات بلادي أبار لي فولوغ تاوعي تاع الصح، انتوما فري لي فام بنات الجزائر خاصة بنات الجزائر، جوني المغربيات الله يعمرها سلعة، جوني التونسيات بصح بنات الجزائر كانوا بقوة يا رب العالمين تسونامي يا جدك بنات بلادي وي غدوة تقولي لي الجزائر صارت فيها حاجة هذا 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 نبيعو داري نبيعها نورمال قسما بالله نحب بلادي ما تتصوريش باسكو ولادها وقفوا معايا بصح فلانة وفلانة وفلانة وعلتانة أنا ما كانش واحد ما جا وقف معايا أنا ما نوقف مع حتى واحد. انا ما قلت لهم شروحوا وقفوا لي في الشده، قلت لهم روحوا وقفوا لي في الفرحه كبروا بيا، ما عندي لا يما لا بابا لا خواتاتي لا بنات عمي ما كانش وحدي، عندي غير هذاك البقوق تاعي ماهوش حتى عربي كيما حنا فهمتيني، وما علاني ما يجيونيش على ما يكبروا ليش البعره، علاش انا لازم دائما نتحط راسي وهذا يغيظني وهذا وهذا وانا واحد ما يسمع بيا تحوسي شكون يكبر لك اكيد، علاش انا نفرح للناس اللي ولدت نروح نجري لعندها لي زانفلونسيس تاع فرنسا وما يشاهدوا لي صرا لها بروبليم ربي ندي معايا لانفلوب وكلمه لانفلوب غادي يفهموها صحاب لانفلوب، ندي معايا لانفلوب راني هنا حبيبتي واش بغيتي خاصك معرفه عندي العرف فهمتيني، ها الو دافيد الو راكم فاهمين واش معناتها الو دافيد حل لها البروبليم بنت بلادي الو روحي ما شيغي روحي السبقي انا نعيط جو بريبار لو تير، اللي بغى يمرض الله يشافيه، اللي بغى يموت الله يرحمه، اللي بغى يربح الله يزيد له الربح مرة بدل الربح ربحين إن شاء الله يا رب. المعاملة بالمثل هذا والإس أنا هكذا نعرف هذا هو الدين التاعي، معليش ربي يخلف لك لا وبالله أمنا، علاش انا رخيصه كيما نعزش روحي شكون راح يعزني تعزوني نتوما ابار السبان واش تعرفوا ديروا، نعز راسي انايا من عندي من عندك تنطبع اختي والله العظيم نهار درت لوفيرتور الى هك قاعده غير وحدي مع الحيوط، قلت انا دوك بلا ما نهضر صحاباتي هذوك اللي درت لهم الاشهارات باطل اللي عاونتهم اللي مديت لهم الدراهم اللي وقفت معهم قلت دوك بالك بلا ما نقولهم اني قلت لكم راح ندير افتتاح ومرحبا دوك دوك يجيو يعمروا عليا الدنيا قسما بالله لا وقفوا اليومين هذا ولا شفت الزريعه تاعهم، يقولوا لي روحي لفلانه ما نروحش انا وين نروح انا، انا كي توصل زعما حاجه كبيره تاع الموت نروح نشري مشوار وعباء كحله ونروح نبكي باش ندير فلوغ. فهمتيني راح نضرب فلوغ ربي يطول في عمار الناس، انا مانيش قبيحه بصح ما بحب حدا يستحمرني الحمراني لا. السلام عليكم.
قدراني نموت وحدي. أنا نموت عندي تمزق، أنا ما عبو يديرو لي سكانة، ما عبو يديرو لي دوبلة ودكة، يبال بامي بخون غنشاوز. تمساعد وأنا محطوطة في لي زوجونز باش يديرو لي مشيت راديو ويقولوا لي عندك تمزق. سافين سافين وأنا ما قدرش نتنفس، ما قالي زوجت ما قدر ندور من أكدا. مسلكني غير الدواء وليك زوميل يا غاودي. عالموت جراغي فيها غزبيغي، ما كانش نزغز علينا بغيزو جراغ يابا. عالموت بعد استغاثتها وفات الفنانة الجزائرية فلة. توفيت اليوم الأربعاء الفنانة الجزائرية فلة الجزائرية بعد تعرضها لحادث سير. وقالت صحيفة النهار أن فلة كانت قد دخلت قبل أيام إلى مصلحة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها لحادث سير، وكانت قد استغاثت. وقالت في الاستغاثة أنها مش قادرة تتنفس ولا قادرة تتحرك، وكان الجمهور الجزائري طلب الدعاء لها وطلب الرئيس تبون التكفل بها. وكتب أحد من متابعيها: أرجو من الكل الدعاء لأختي فلة، دعوة 40 شخص مستجابة، حالتها حرجة، هي حالا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة. يا جماعة انا عملت الفيديو ده علشان اقول لكم انقذوا فلة قبل ما تموت، هي حياة ترزق ودي كلها شائعات، ادعوا لها بالشفاء. وارجو من الرئيس عبد المجيد تبون التدخل في هذا الموضوع. انا بموت اقسم بالله. شاهد بالفيديو الفنانة فلة الجزائرية تستغيث بسبب المرض وتعلن موعد وفاتها. وجهت الفنانة الجزائرية القديرة فلة الجزائرية نداء استغاثة بسبب المرض، حيث نشرت فيديو في إحدى المستشفيات روت فيه معاناتها. وقالت فلة الجزائرية: أنا أموت هنا لوحدي، لم أتمكن من القيام بالسكانير ولم يريدوا التكفل بي. وأضافت: قيل لي أن لدي تمزق جراء الحادث الذي تعرضت له، أنا أعاني منذ أسبوع من الألم، لا أستطيع التنفس ولا التحرك. هذا هو الفيديو. السلام عليكم. أقدراني نموت وحدي. أنا نموت عندي تمزق، أنا ما عبو يديرو لي سكانة، ما عبو يديرو لي دوبلة ودكة، يبال بامي بخون غنشاوز. تمساعد وأنا محطوطة في لي زوجونز باش يديرو لي مشيت راديو ويقولوا لي عندك تمزق. سافين سافين وأنا ما قدرش نتنفس، ما قالي زوجت ما قدر ندور من أكدا. مسلكني غير الدواء وليك زوميل يا غاودي. عالموت جراغي فيها غزبيغي، ما كانش نزغز علينا بغيزو جراغ يابا. عالموت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.